سعيدة اليوم برشا بالحضور في ولاية باجه، الولاية اللي عندها تاريخها وواقفة على حتى حد. تعد أنا زيارتي كانت ديما احتفالية لهالولاية هذه، يعني تستقبلني دائما باحتفالات تروق لي الحقيقة. الاحتفالات هذه كانت الأولى في يوم تضامني مع مع أبنائنا ذوي الإعاقة، واليوم كان بمناسبة عيد الأمهات. تم تكريمي من مكتب حركة النهضة، كنت سعيدة برشا بهالفرصة، وأحسن ما قدموني به أني أم. أتصور أن عندي تجربة يمكن تكون باهية معناها لأولادي، اللي هما سبب أني كملت قرايتي، وهما سبب أني شاركت في حياتي المدنية، وهما سبب اللي فهموني كلمة حق وكلمة مواطن وكلمة إنسان قبل كل شيء، واضاعة القيم الإنسانية في عدة حاجات. أولادي هم اللي قال فهموني قيمة الإنسان هو أغلى وأثمن معناها حاجة، يعني دبش يمشوا للغسالة والسينية عندهم ماليه كما نقولوا إحنا، لكن الإنسان هو اللي باقي، هو اللي يصنع التاريخ. يعني ونعرف أن قرآننا وكرمنا بني آدم ولم يفرق بين هل بني آدم كان ذكرا أو أنثى، أو كان من ذوي الإعاقة أو كان بين ظفرين معافى. واليوم في هذا اليوم نساء جميلات إن شاء الله يصنعنا تاريخ ويصنعنا أبناء نفتخر بهم في تونس، بسواعدهم وسواعدهن يرفعوا علم هذا البلاد اللي نفتخر به، اللي صنع تاريخ، تاريخنا كله تاريخ جميل جدا، تاريخ نسائي عريق. بداية كنا نعرف خديجة بنت تسلم الفرات، كنا نعرف أنوار قيروانية، كنا نعرف بنت اسمه إمام سحنون وريدة بهن وعزيزة عثمانة وتوحيدة بالشيخ. نسائنا رائدات، نسائنا صنعوا أجيال، نسائنا صنعوا رجال وصنعوا تاريخ نفتخر به بين الأمم.